ضبط أخطر خلية إخوانية تحمل اسم وحدة الأزمة اللي بيديرها الإخوان الهاربين في تركيا وقطر بالتعاون مع عناصر أخرى موجودة جوه مصر. الخلية بتهدف للتشكيك في النظام وخلق أزمات بين الشعب والحكومة، وده عن طريق إشعال أزمة الدولار اللي بيقوموا بجمعه من المصريين في الخارج وتسليمه لأهالي العاملين في الخارج بالجنيه المصري، كمان خلق أزمات في الوقود وتصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود، ونشر بقى الشائعات عن إلغاء الدعم نهائيا عن السلع، التشكيك في المشروعات الكبرى. ال 17 متهم دولت اللي تم القبض عليهم كشفوا عن عزمهم توزيع منشورات وكتابات تحريضية ضد النظام، وذلك لتهييج الموظفين بالمؤسسات الحكومية على الإضراب عن العمل والتمرد لخلق أزمات بين الشعب والحكومة.